أبو خالد من ينبع، تفضل. أبو خالد السلام عليكم أرجو ورحمة أنك الله. تقصر التلفزيون شوي، تفضل. تفضل أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام. ودي أسأل الشيخ الله يعطيك العافية، هل في فرق بين التدبر والتفسير؟ وين أجد الكتب اللي فيها التدبر؟ طيب. التدبر يا أخي أنت تدبر الآيات لنفسك، وأما التفسير فهو التفسير المكتوب، وأجود التفاسير تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي، فتراجعها وتجد فيها إن شاء الله الخير. نعم.